اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه النهارده، الدوله المصريه نجحت في انها تستصلح ملايين الافدنه من الاراضي الصحراويه، وده بهدف اقامه العديد من المشروعات الزراعيه العملاقه اللي غيرت فعلا وجه الحياه على ارض مصر. كمان تم اضافه 3 مليون فدان للرقعه الزراعيه من خلال المشروعات القوميه العملاقه، وده طبعا بالاضافه لتحقيق حلم المليون صوبه زراعيه. كمان الدولة نجحت في استخدام أساليب ري حديثة عملت على تسهيل عملية ري الأراضي دي، وده ساهم في زيادة الحاصلات الزراعية المصرية للخارج. طبعا عايزين نعرف تفصيل أكتر عن دور الدولة تحديدا في استصلاح ملايين الأفدنة الزراعية في مصر، وأهمية الاستصلاح في مضاعفة الزراعة وزيادة صادرات مصر الزراعية إلى الخارج، وتطوير كمان نظم الري زي ما كانت منا بتقول دلوقتي من خلال استخدام أساليب حديثة. كل هذه الأمور هيجيب عليها الدكتور علي إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق، اللي منورنا يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ محمد، استاذ منا، وصباح الخير على مصر كلها. يا أهلا بيك دكتور. احنا خلال الكام سنة اللي فاتت شفنا مجهود كبير جدا ومجهود جبار لاستصلاح زي ما كنا بنتكلم ملايين الأفدنة. عايزين في البداية نتكلم عن دور الدولة في عملية الاستصلاح. يعني اسمح لي طبعا في البداية، واحنا نحتفل ان شاء الله بكرة اول اكتوبر، ان احنا نهني قواتنا المسلحة، القائد الأعلى سيادة الرئيس والسيد وزير الدفاع والسادة قادة الأفرع وكل جنود القوات المسلحة والشعب المصري بهذه المناسبة اللي احنا برضك ممكن نستلهم فيها روح أكتوبر. والفترة الثمان سنين اللي فاتت دي هي كانت جزء من التحديات وروح أكتوبر لإعادة بناء الدولة المصرية. ولما نرجع لملف استصلاح الأراضي وتبص مصر سنة 2011 وعدد سكان مصر اللي كان حوالي 82 مليون، وعدد سكان مصر النهارده في 2023 وانت النهارده 104 مليون، انت زدت حوالي 20 مليون، زدت دول. يعني انت شفت النهارده مصر زياده دول في دول عدد سكانها بيقل، فانت عندك تحدي رهيب جدا لنمو سكاني، وعندك في مصر اكتر من 10 مليون ضيف. هل تتصور الوضع في مصر كان هيبقى شكله ايه وانت بتدور عدد الناس دي عايزه تاكل؟ صحيح. عايزه توفر. احنا كنا يعني النهارده ال 104 مليون دول عايزين غذاء، عايزين سكن، عايزين. فكان في اكبر تحدي قدامنا. احنا لما جينا قدمنا لسياده الرئيس سنه 2014 خطه استصلاح مليون فدان، فكان نقول له قال ايه ده مليون فدان؟ هنعمل ايه بالمليون فدان؟ بامانه يعني عشان بس نتكلم لازم الناس تعرف الكواليس. قال مش هينفع المليون فدان، على الاقل ارجعهم وعدلهم وخلوهم مليون ونص. فرجعنا وعدلنا وعملنا المليون ونص عشان تناسب الوتيره اللي بتزيد بيها السكان. لا لا لا، هو كمان هو كان عنده في بعد نظر كبير. مش المليون ونص، هو بقى فيه هنا تارجت، مش مليون ونص، في تارجت 4 مليون فدان. فاحنا كانت الرقعه الزراعيه بتاعتنا 8 وكام؟ 8.2 من 10 مليون فدان. النهارده انت بتستهدف الوصول، انت وصلت فعلي ل 10.2 من 10 و 3 من 10 مليون فدان كاراضي زراعيه مستصلحه منتجه، وفي نفس الوقت انت عندك تارجت ل 20 نهايه 2024 يبقى عند 12 مليون فدان. طب انا مصر الزراعيه، مصر المساحه الزراعيه كانت قد ايه في الخمسينات او الستينات؟ احنا كنا مصر كلها 5.5 مليون فدان، اللي هي الوادي والدلتا. الثوره والدوله وال 60 سنه كل اللي تم استصلاحه قد ايه؟ كلهم حوالي 3 مليون فدان. استقطع من عن المساحات دي حوالي 600 الف فدان خلال 40 سنه. فكان هنا انت بص بقى، انت وصلت لكام؟ توصلت لمساحه منزرعه 10.3 من 10 مليون فدان. بقى عندك مشروع، فكان في هدف. في مشروعات كانت ميته وانتهت وكانت واقفه ومتجمده زي مشروع توشكا، مشروع شرق العوينات، وعندنا اضافه جديده بقى اللي هو مشروع الدلتا الجديده، احياء مشروع توشكا. النهارده لما كنت في توشكا سنه 2013 وسبت توشكا وكنت رئيس هيئه التعمير، وكل اللي احنا استصلحناه كلهم 80,000 فدان. النهارده توشكا في اكتوبر ده اللي هيتزرع ده ان شاء الله هيتزرع اكتر من 420,000 فدان. شرق العوينات كانت 80,000 فدان لحد 2014، النهارده شرق العوينات 230,000 فدان. طب خلينا نقف عند الارقام دي، فرق ايه وقتها عن دلوقتي؟ شفتي بقى، ما هو ال 80,000 فدان، وخلي بالك 80,000 فدان استصلحتهم في 15 سنه. 80,000 فدان استصلحتيهم في 15 سنه. لما سياده الرئيس رجع توشكا وقال توشكا من 3 سنين او 4 سنين، النهارده انت عندك 420,000 فدان. المستهدف في توشكا نصل ان شاء الله السنه الجايه لل 560,000 فدان ويوصلهم ل 700,000 فدان. النهارده لما انت في تحديات، كان فرع 4 كان توقف تماما
واتقفل، كان عندي ثلاث شركات كبار، بقول لك شركات عالميه بتشتغل في توشكا، كانت عندي شركه المملكه وشركه الرجحي وكاتش والوليد ابن طلال، وكان عندي الشركه اللي هي شركه جنوب الوادي التنميه الزراعيه. كل دول كل اللي عملهم قد ايه؟ بقول لسيادتك 80,000 فدان في 17 18 سنه. حضرتك رجعت توشكا قوات مسلحه، عشان كده بقول لك بقدم كل التحيه والشكر لقوات مسلحه اللي عملت هذا العمل الجبار اللي ما كانش يقدر يعمله اي مستثمر. فالنهارده وصلنا ل 420,000 فدان بيتزرعوا في توشكا في اكتوبر ده، 230,000 فدان في شرق العوينات. عندك مشروع بقى الدلتا الجديده اللي انت بتستهدف فيه، النهارده زرعت فيه اكتر يعني في اكتوبر ده تزرع حوالي 650,000 فدان، وان شاء الله لما توصل تخلص كل اللي هي الاعمال الصناعيه اللي هتوصل لمليون فدان النهارده. فانت النهارده زدت قد ايه؟ استصلحتي ما يساوي ما استصلحته مصر في 60 سنه، 8 سنين. شوف بقى الفرق بقى فين هنا، لما نتكلم بقى الانجاز وما تم بقى، اللي استصلح في 8 سنين يساوي ما استصلحته مصر كلها في 60 سنه. هو ده الارقام. طب تتصوري بقى لو ما كانش عندنا هذا الاستصلاح كان حالنا بقى شكله ايه؟ ما كان عندنا. فالنهارده انت لما تبصي سكان بقت 104 مليون، احنا كنا بنتكلم في 80 مليون، كان عندنا عجز في محاصيل كتير جدا، وفي نفس الوقت احنا 80 مليون وكنا بنستورد 50% من احتياجاتنا من القمح. النهارده انت بتحاولي تكتفي جزء كبير جدا ذاتيا من القمح. اعتقد الحاله العالميه اللي بانت عندنا في سلاسل الامداد ونقص الكلام نقص الغذاء في العالم، واعتقد ازمه كورونا اللي مر بها العالم، كانت مصر البلد الوحيده المستقره في الانتاج الزراعي. انت ما حسيتيش بنقص اي سلعه غذائيه في مصر ولا زلتي، وبقول لك رغم ان انت عندك 114 مليون مطلوبين يتوفر لهم غذاء، سواء كان خبز سواء كان خضروات سواء كان رز سواء محاصيل، كل هذا الكلام. انت النهارده بهذه المشروعات وصلت لجزء كبير جدا. النهارده عندك 90% و95% من الاكتفاء الذاتي بالسكر رغم ان الاسعار يعني اللي عندك النهارده وصلت 65% وان شاء الله توصل 80% من الاكتفاء الذاتي من القمح بعد استصلاح هذه المساحه. فالنهارده احنا يمكن في تارجت ان احنا نزرع 4 مليون فدان قمح السنه دي، وده هيقدر يغطي لي جزء كبير جدا من الجاب في الاستيراد، وبالتالي مع الخلط سواء كان الذره او الشعير او كده هيقدر يعمل لي نوع من الـ من الـ من سد جزء كبير جدا من الفجوه الغذائيه. عندك الذره، الذره محصول صيفي، النهارده انت برضك شفتي ازمه الغذاء ونقص الذره، النهارده لما هتزرع في الصيفي الذره هتبتدي تقفلي كل هذا الامور، فما كانتش هذه المساحات استصلحت ماذا كان الموقف؟ كانت مجاعات. طب كانت مصر تعرضت الى بامانه الى مجاعات. طيب ازاي بتتم عمليه الاستصلاح؟ بص عمليه الاستصلاح الاول ان انا بنزل ابتدي استطلع الاراضي الصالحه والقابله للزراعه. فمن هنا بتنزل فرق البحثيه من المراكز البحثيه سواء كان مركز بحوث زراعيه معهد الاراضي، مركز بحوث الصحراء، الجامعات بالاشتراك، فيبتدوا يشوفوا الارض القابله للاستصلاح. بس عشان اشوف ارض قابله للاستصلاح لازم ادور على الايه؟ على الميه. الميه هي الاساس والعنصر المحدد لعمل الاستصلاح. تمام. فانا لازم ادبر الموارد المائيه، فانا ما اقدرش اعمل مشروع يبقى عندي ارض صالحه للزراعه لكن ما فيش ميه، يبقى مش هقدر اعمل اي حاجه. فهنا لازم ابحث عن الموارد المائيه، ومن هنا دخلنا في موضوع كبير جدا اللي هي خطه الدوله لاعاده استخدام الموارد وتعظيم الموارد المائيه. وده كان احد البرامج اللي ركز عليها سياده الرئيس، واعتقد احنا شفنا المرحله اللي فاتت، فكان عندنا محاور اشتغلت فيها الدوله المصريه في الثمان سنين دول، ان انت تعيد نمره واحد، تبتدي تشوف موارد جديده عشان تقدر تعمل مشروعات استصلاح، نمره اثنين تعظم الموارد المتاحه، يعني تبحث عن موارد جديده، نمره اثنين تعظم الموارد، تعيد استخدام الموارد الميه اللي كانت كنا بنرميها في البحر. احنا كان عندنا يعني النهارده بقى عندنا محطات كبيره زي محطه بحر البقر، عندنا محطه السرابيوم، عندنا محطه اللي هي محطه العلمين الجديده، دول لوحدهم بيدوروا ب 5 مليار متر مكعب ميه كانوا بيترموا. انا النهارده بنتكلم في التارجت بتاع مشروع ال 20 مليون فدان. مصر محتاجه ال 4 مليون فدان، محتاجين قد ايه دول ميه؟ محتاجين 20 مليار متر مكعب ميه. انا الموارد المائيه بتاعتي اصلا موارد محدوده، انا كل مواردي من النيل 55.5 مليار متر مكعب، ال 55 مليار الزراعه عايزه 80%، ميه الشرب عايزه من 10 ل 11 مليار منهم فريش ووتر، الصناعه عايزه 6 مليار متر مكعب. فطبعا دولت وعندي فيه حوالي 2 مليون بخر وفقد وكلام من،
فانت النهارده الزراعه بتاخد 80% من هذه الموارد، فازاي بقى تعظمي الزراعه وتستصلحي بهذه الميه القليله؟ فكان عندنا خطط قامت بها الدوله المصريه. الخطه الاولانيه هي نمره 1 مشروع القومي لتطوير وتحديث الري. نمره 2 ترشيد الري. دور قامت به وزاره الزراعه وبيوجه به سياده معالي الوزير اللي هو تربيه الاصناف القابله لتحمل الجفاف، العمر القصير، استخدام ممارسات زراعيه، زراعه على مصاطب، كل هذا الكلام ده. فانا الهدف في مشروع بقى تطوير الري بقى، كل الكلام ده بيشتغل مع بعضه عشان اقدر ادبر حوالي من 7 ل 8 مليار متر مكعب من خلال ترشيد استخدام مياه الري في الزراعه، فبرفع كفاءه الري اللي هو بالغمر من 50% من خلال نظم الري الحديثه. طب الميه علشان تتوفر لنظم الري الحديثه دي، انشاء مصانع او انشاء محطات تحليه للميه واماكن اللي بيبقى فيها معالجه للميه اللي يعني الاماكن اللي بتعاني من شح مائي، ازاي تم اختيار الاماكن؟ ازاي تم انشاء المحطات وتطويرها؟ وصلنا لمراحل ايه فيها؟ بص يعني لما نقول احنا هنا احنا عندنا مشروع محطه توشكا مثلا، عشان اعمل مشروع توشكا اتعملت اكبر محطه رفع في العالم، على فكره اكبر محطه رفع في العالم. هذه المحطه طاقتها 5 مليار متر مكعب في السنه عشان تروي 6 مليون فدان، تروي مليون فدان تمام. هو هنا المحطه دي بالحاجات اللي هي برضك بتفتخر بها مصر ان تم عملها لاكبر مشروع في جنوب مصر. طيب ده جزء الاولاني، يبقى انا لازم دي كانت موجوده على بحيره ناصر ودي المشروع ده في توشكا في جنوب مصر، يبقى انا هنا من خلال محطات الرفع لميه عذبه هذا المشروع. يبقى مشروع توشكا بيشتغل على انقى واعظم وانظف ميه في العالم. عندنا مشروع توشكا، مشروع بقى شرق العوينات، هيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الخزان الجوفي والمياه الجوفيه، فده نظام ابار مركزيه بتحط من خلال بتدق ابار وتبتدي تسحب ميه، اتحطت له قيود ودرست الميه وعمليات السحب، وتم يعني نوع من التحكم في عمليات حتى لا يتم سحب جائر حتى يؤدي الخزان الجوفي في هذه المنطقه الى الاستدامه لاكثر من 100 سنه. ده مشروع عظيم. مشروع عندنا اللي هو مشروع بقى مين؟ مشروع سينا. مشروع سينا كانت احنا كنا فكرته الاساسيه ايه؟ احنا نشتغل على ميه مخلوطه، نجيب ميه المصارف خام ونحط عليها يعني الخلط بنسبه 1:1 ونوديها سينا وتبقى في الاخر هيحصل تلوث، مش مشكله ايه اللي يحصل. لا النهارده جه الرئيس قال لا الكلام مش هيحصل تاني، لازم ندخل ميه لسينا تبقى ميه نفس ميه المواصفات العالميه للميه للري، وبالتالي اتعملت اكبر معالجه. فعندي معالجه محطه بحر البقر بتعالج 5.7 عشان تروي 450 الف فدان، فده مشروع معالجه ميه لم خدت ميه غرب شرق الدلتا كلها في مصرف بحر البقر وبحيره المنزله وجزء من هذه المياه، وبدات تلم تاخد الميه دي وتعالجها وتحسنها وتحسن كواليتي بتاعها، وبالتالي تنتقل الميه لسينا الى ميه جيده لمشروع تنميه سينا. ودي هذه المحطه كملت وانتهت حتى الترع بتاعتها والتبطين والمشروع كمل واستقبلت بتاعها. عندنا المشروع الثاني الكبير اللي بيتعمل دلوقتي اللي هو مشروع غرب الدلتا اللي هي الدلتا الجديده. مشروع الدلتا الجديده ده بقى ايه؟ حدوته كبيره. ده مستقبل مصر. وهو اللي فيه مستقبل مصر، اللي هو بدا بمستقبل مصر. فبدا مستقبل مصر على الابار. ثم النهارده اتعمل بتعمل اكبر محطه اللي هي محطه العالمين، محطه العالمين قدره وطاقه 7.5 مليون متر مكعب زائد مجموعه من الترع، فاتعمل انت عملت ترع بطول 92 كيلو متر وبتعمل مواسير عابره ونقله للميه بردك حوالي 22، ده اسمه النهر الصناعي العظيم. على التصرف الكبير اللي انت بتقول عليه ده ليه؟ عشان تقدر تدبر 10 مليون متر مكعب يوم لهذا المشروع. زائد ان هذا المشروع بيستخدم بقى هتستخدم جزء من لميت كل ميه غرب الدلتا كانت بتترمي في بحيره باريوت وكل الكلام ده، زائد جزء من ميه النيل وبتاخدها بتكملها اللي احنا بنوفرها من من ترشيد الري في عمليات الاراضي اللي هي بتاعه تطوير وتحديث منظومه الري. كل الميه دي بتجمعها، زائد بتستخدم جزء من المياه الجوفيه من الخزان الجوفي اللي موجود في هذه المنطقه، زائد جزء من ميه المطر لان انت بتاخد الري التكميلي، لان الري المطر في هذه المنطقه حوالي مش اقل من نص، بناخده نص مليار لمليار متر مكعب نستفيد بيه ومن الخزان الجوفي بنشتغل. هنا يبقى انت لازم تعملي عشان تعملي هذه المشروعات تفكري في استدامتها، يبقى لازم تدوري على كميات الميه لازم تبقى عندك نوع من السستينابيلتي اللي تستمر بيها هذه المشروعات. يبقى كل مشروع تعمل له عمل ضخم
زائد بقى عندك ازاي توصلي الكهرباء. فانا الاول حاجه بشوف الاراضي، شوف كميات الميه. طيب معلش احنا خلصنا الميه واتكلمنا فيها واتكلمنا عن مشروعاتها كلها، واحنا بس بنختار في الارض. حضرتك قلت ان تكون الارض صالحه للزراعه، هل كل الاراضي الصحراويه صالحه للزراعه لو ضفنا لها مثلا مجموعه من العناصر، ولا في اراضي بتكون بالفعل سهل للزراعه فيها؟ لا بص، هي الاراضي الصحراويه هي اراضي بتعتبر اراضي فقيره وضعيفه. فانا لازم اعمل ما فيهاش معادن، ما فيهاش عناصر. طبعا هي اراضي معظمها اراضي ضعيفه. فانت الاداره بقى الزراعيه لهذه الاراضي من خلال منظومه التغذيه ومنظومه التسميد مع نظم الري الحديثه تقدر تضيف كل الاحتياجات. لكن هي بتعتبر كل الاراضي الصحراويه الرمليه هي اراضي فقيره. اما الاراضي الطينيه الاراضي الرسويه فهي اراضي غنيه، لان التكوين العنصري بتاعها والجيولوجي هي اراضي من نواتج تعريه، فطبعا وطمي النيل وكل الامور دي بتبقى اللي موجوده، فدي بتبقى اراضي غنيه في عناصرها، وبالتالي حجم احتياجاتها من العناصر والامداد قليل، يعني مش بتحتاج كتير. لكن لازم الاراضي الصحراويه. ومن هنا طب التنسيق اللي حصل، وضع خطه كده ايه اللي يتزرع فين، ده ساهم في ان احنا نعرف نستخدم مواردنا المائيه كويس، نعرف نحسن من جوده المحاصيل، نعرف ان احنا نطلع افضل انتاجيه ممكنه. بالتاكيد بالتاكيد. انت النهارده لما بتعملي الخطه دي، ما بتيجي تعملي مشروع بتقولي انت الهدف ايه من المشروع. يعني انت ما بتعملي تخطيط مشروع. يعني احنا لما بنقول النهارده تشكى، او بنقول شرق العوينات، او بنقول الدلتا الجديده، طب الدلتا الجديده انت حطاها فين؟ الموقع بتاعها فين؟ ايه المحاصيل اللي ممكن تزرعيها وتطلعيها؟ فانت مكان قريب. يعني انا مش هزرع توشكا خضار واطلعه عشان اصدره، لان المسافه بعيده. لكن لما اجي ازرع الدلتا الجديده هزرع خضار، هزرع فاكهه، هزرع زهور زينه، كل الكلام ده تقدر تطلع من المنطقه، لان انت عندك مطار برج العرب وعندك الشحن البحري. فهنا التخطيط انا بحط خطه، انا عايز ايه؟ انا عندي خريطه، لازم اعمل احتياجاتي من المحاصيل الاستراتيجيه. انا عندي محاصيل حبوب، ايه محاصيل الحبوب اللي انا عايزها؟ عايز قمح وعايز ذره، قمح شتوي ذره صيفي، عايز محاصيل اعلاف عشان كان عندي انتاج حيواني، والقمح والذره اصلا برضك بيدخلوا النخاله بتاعتهم في الاعلاف. النهارده عندي محاصيل زيوت، عايز محاصيل سكر، طب انا عندي مصانع السكر فين؟ هل النهارده انا هزرع توشكا بنجر، ولا ازرع النهارده غرب الدلتا بنجر عشان انا عندي المنطقه الشماليه فيها البنجر، مشروع غرب غرب المنيا 400 الف فدان، عملت مصنع للبنجر في هذا الكلام الفيوم. فلازم تبقى انت عندك الخريطه، احتياجات من المحاصيل مرتبطه بالتصنيع او مرتبطه باحتياجات فعليه او مرتبطه بالتصدير. يمكن النهارده البطاطس زي ما احنا شفنا في شرق العوينات عمل مصنع للبطاطس، عمل مصنع البطاطس ليه وتلاجات، لان عم البطاطس تروح وتيجي وتتنقل فارفع القيمه المضافه، لان انا ما ينفعش الكيلو بطاطس ب 10 جنيه واجيبه هنا وفي نفس الوقت، فلازم ما اصنعه بقى هرفعه الكيلو هتباع مجهز ب 70 جنيه ولا ب 60 جنيه. ودي نقطه مهمه جدا هنتكلم فيها بعد الفاصل، فكره انه هذه الاراضي اللي بيتم استصلاحها ازاي بتخلق مجتمعات جديده، مجتمعات متكاملة تصلح كمان للحياة، والناس تنتقل عشان تكون موجودة في هذه الأماكن، فيها بقى زراعة وتصنيع وكل حاجة. لكن هستأذنك نروح فاصل مشاهدينا، فاصل ونرجع من بعد الفاصل نكمل كلامنا مع الدكتور علي إسماعيل مدير معهد بحوث الأراضي الأسبق. أهلا بحضراتكم من جديد، دكتور علي إسماعيل مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق معنا في الاستوديو. هنكمل كلامنا عن الطفرة الزراعية في اللي حصلت، والطفرة في استصلاح الأراضي الزراعية. دكتور، لما نيجي نقول هذا الكم من المجتمعات الزراعية اللي تم إنشاؤه، ما كانش ينفع يحصل من غير ما يوصل له خدمات. يعني الناس زرعت، بس هيوصل لها المياه إزاي؟ هتوصل لها الكهرباء ازاي علشان تقدر هتوصل هي شخصيا للارض ازاي؟ حضرتك قلت ان بعدها حصل كمان نوع من انواع القيمه المضافه علشان تحصل، وتم انشاء حواليها ممكن تكون حاجات بتساعد على تعظيم القيمه بتاعه الانتاج. لو اتكلمنا بقى عن الشبكه كلها اللي حصلت، ازاي قدرت تتم في الوقت القليل ده؟ يعني زي ما انت بتقولي كده، التخطيط الاستراتيجي. عشان انا اعمل مشروع اصلاح اراضي يبقى لازم اعمل اول حاجه ايه؟ الطرق، اللوجستيات، عمليات النقل عشان اعمل طرق. ان انا اوصل الميه، هوصل الميه وارفع الميه بايه؟ يبقى لازم في طاقه كهربائيه. يبقى الثلاث حاجات دول اساسيين عشان الناس دي تتواجد. يبقى لازم اعمل اقامه واعاشه وتواجد للناس دي، وخدمات ومستشفيات، تمام؟ وتعليم. فهذا المجتمع الزراعي، لما نقول مشروع اصلاح الاراضي اللي حصلت دي كلفت الدوله كام خلال الثمان سنين دول؟ فوق ال 700 مليار جنيه. خلي بال سيادتك هذا الرقم، الحكومه والدوله المصريه دفعت عشان تعمل استصلاح لهذه الاراضي فوق ال 700 مليار جنيه، من خدمات طرق، من خدمات كهرباء،
من خلال استصلاح من نظم ري، من شبكات، من معدات زراعية، من آلات. كل ده اتعمل عشان تبتدي تعملي مجتمع. كل فدان انت بتستصلحيه بيدي على الأقل في الأراضي الحديثة تلت فرصة عمل أو نص فرصة عمل مباشرة، وفي نفس الوقت جنبيها حوالي تلاتة فرصة عمل غير مباشرة في النقل، في التسويق، في الخدمات، في المرافق، كل الكلام. انت بتهدفي الى انشاء مجتمعات زراعيه حديثه. هذا المجتمع الزراعي بيتحول في المستقبل مع هذه المشروعات الى مجتمع انتاجي، مجتمع دي فرص عمل حقيقيه. يعني خلي بالك الزراعه هي اضافه حقيقيه للاقتصاد، هي الامن القومي المصري الذي يعني زي الامن الغذائي مقابل الامن العسكري. فانت بتحاولي تامني مجتمعك وبتحميه من الظروف المعاكسه، في نفس الوقت بتدي نوع من الاستقرار العائلي ان انت بتعملي هجره للناس. يعني لما نقول مشروع توشكا يبتدي يستفيد بيه كل افراد الجنوب، اهالينا في الصعيد يبتدوا ينتقلوا الى العمل في هذه المشروعات، بيستقروا بيتواجدوا. نبص توشكا، لو تبص توشكا سنه 98 عدد الناس اللي كانت موجوده في ابو سمبل السياحيه كانوا قد ايه؟ لا يتعدوا بضعه مئات. النهارده عندك الاف، عندك مدينة توشكا الجديدة، عندك مدينة أبو سمبل الصحية، حجم من الخدمات والمرافق اللي موجودة، من بنوك، من مستشفيات، من 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 خدمات، من مطار اتوسع. كل الأمور دي ارتبطت بإيه؟ بالمشروع. لو ما كانش الكلام ده كانت هتظل هي اللي احنا قعدنا فيها اللي هم 200 300 400 واحد بيخدموا على المطار وخلصت القصة، أو المعبد. لا، كل ده فرص عمل. الناس اللي اشتغلت بتشتغل في الرفع المياه وبتوزع المياه، واللي بتشتغل في الكهرباء وبتدير حركه الكهرباء، فدي على طول يعني اللي بسميها تنميه مستدامه لهذه المناطق. وفي نفس الوقت افراد اهالينا في الصعيد بداوا يعيشوا في هذا المكان، يتواجدوا، يلاقوا فرصه عمل حقيقيه، يتجوزوا، يستقروا. نفس الكلام في شرق العوينات، نفس الكلام الدلتا الجديده وخدمات الدلتا الجديده، لان الدلتا الجديده كمان كموقع استراتيجي واخدة أكبر ضغط من محافظات الكثافة البشرية في الوجه البحري. فأنت النهاردة بتعملي هذه المجتمعات، المجتمعات دي بتستكمل. لما نبص الصوب الزراعية، لا، الصوب الزراعية أمر كمان مختلف. النهاردة أنا لما بقول في الأرض في المكشوفة الفدان باخد من نص الواحد فرصة عمل، لكن في الأرض في الصوب تسع فرص عمل في كل فدان. يعني ده بشكل مباشر. العمالة الموسمية بقى اللي بتيجي في الحصاد، والعمالة الموسمية بتيجي في الزراعة، واللي بتيجي في جري القط، واللي بتيجي في حصاد البنجر، واللي بتيجي في الشيل، كل الأمور دي عمالة، دي أرزاق لناس بتستقر على المنظومة الزراعية. كل ما الكلام ده بقى بتعظميه إن أنت بتعملي له بقى صناعة جنبها. لما بتيجي في نفس الوقت بتبتدي تاخدي تعملي مجتمع جديد، بتاخدي أطباء يشتغلوا، بتاخدي مهندسين يشتغلوا، بتاخدي بتعملي مدارس، فبتخلي في مدرسين يطلعوا، فهي دي التنمية الحقيقية. فأنت بتحاولي ترفعي بتزودي الرؤية، يعني بسموها النمو السكاني والعمراني والتمدد، وبتتنقل من 6% اللي كانت موجودة إلى 12، ثم نصل إلى 25% على أراضي مصر. فبنوزع مصر بشكل، وفي نفس الوقت إنما بتعملي هذه المشروعات الجديدة بتعملها من حيث انتهى الآخرين. يعني احنا النهاردة في الفكر الجديد في الاستصلاح وإنشاء المجتمع، مش هو المجتمع القديم اللي كان بيتعمل، لأن كان لما تبص شباب الخريجين كان يديله بيت 60 متر 40 متر. طب أنت رايح الصحراء ازاي تخطط له بيت 40 متر يعيش فيه؟ يعني ازاي يعني؟ كان ايه في صحراء؟ فاوضتين وصاله ومش عارف ايه كده؟ لا، كلام النهارده لا، عندك مساحه، عايز مساحه، اديله فرصه ويتوسع، لان واديله مستقبل واديله خدمات، عشان النهارده هو ما يرجعش تاني او ما يسيبش الارض ويرجع. صح. فلازم، فده كان التخطيط الجديد والفكر الجديد اللي موجود. عشان كده هو ده المليون ونص فدان بدات بيها اللي هو الريف المصري الحديث. حتى شوف المنطوق، الريف المصري الحديث، ان انت بتشتغل من حيث انتهى الاخرين، تحل المشاكل، تعمل تصنيع، تبتدي تعمل فرص عمل مضافه للمراه اللي موجوده اللي في هذه القرى اللي هي بتنشا. فبالتالي انت بتحاول تعمل نوع من التنميه المستدامه اللي هي بتخدم اغراض الامن القومي المصري وتحقق الاكتفاء الذاتي في فرص متعدده. يعني عظيم. احنا شغالين في الاتجاهين، التوسع الراسي والافقي، وده من خلال طبعا الخريطه الصنفيه اللي موجوده عندنا، واستنباط اصناف جديده تلائم طبيعه التربه اللي هتزرع فيها. تمام. هذه الاصناف ده انعكاساته ايه يا فندم على كميه الانتاج وعلى جوده المنتج ذات نفسه؟ لا، يعني احنا يعني بص، لما تيجي تبص زمان كنت تسمع على قصص المبيدات. قصص المبيدات طبعا، حجم من المبيدات ورش المبيدات عشان تطلع انتاج زراعي. النهارده انت تستخدم منظومه جديده اللي هي المكافحه المتكامله او المكافحه البيولوجيه المتكامله، بتستخدم حتى الحشرات في الاصطياد، فانت بتحاول تقلل. النهارده انت بتستخدم
10% مما كنت، برغم المساحه الزراعيه 10% من المبيدات من حجم ما كنت بتستخدمه مثلا في الثمانينات او التسعينات. ده نمره واحد. نمره اثنين، انت النهارده بتحاول تعمل تربيه، وده بيقوم بيه يعني مجهود بيقوم بيه مركز بحوث زراعيه ومركز بحوث صحراء والجامعات، في سهمه في انتاج اصناف متحمله حتى للامراض، متحمله للتغيرات المناخيه. فده جزء من المنتج اللي موجود النهارده. بستخدم منظومه الري وبستخدم اداره متكامله، انا بستخدم الاسمده الحيويه، انا عندي في منظومه جديده اللي هي السماد الحيوي. السماد الحيوي ده بيقلل لي عمليات التلوث، استخدام الري الحديث فبتضيف كميات من الاسمده على قد احتياجات النباتات، فمفيش افراط في الاسمده، فمفيش تلوث، كل الامور دي. فالمنتج اللي طالع منتج اصبح يعني صحي، وبالتالي عشان كده انت عندك حجم من الصادرات. بص انت حجم صادراتك الزراعيه النهارده، انت توصلت ل 6.5 مليون طن صادرات زراعيه خلال العام الماضي، وان شاء الله يعني وحجم العائدات من الصادرات الزراعيه وصلت ل 7 مليار دولار في هذه الفتره من المنتج الفريش والمنتج المصنع. وكل ما بتزود القيمه المضافه بالتصنيع انت بترفع العائد، وبالتالي ده بينعكس على مين؟ ما هو ده بينعكس على دخل المنتج الزراعي، على العامل الزراعي اللي بينقل. دي كلها استفاده كامله. فالمنتج الزراعي النهارده انت بتنتج منتج امن صحي بمواصفات. عندك هنا مراكز للمراجعه الصحيه في الحجر الزراعي في المعامل المرجعيه بتاعتنا، وبالتالي وكانت والا كانت كل منتجاتنا، لان السوق الاوروبي حاطط معايير، كل الدول حاطه معايير، فانت النهارده ملتزم بالمعايير الدوليه لصادراتك الزراعيه، ومعالي وزير الزراعه بيتابع هذه المنظومه بشكل اساسي وبيقدم يعني اعتقد احنا عندنا اعلى تقنيات ومرتبطين باتفاقيات دوليه وفي نوع من الكنترول على كل المنتجات بتاعتنا. فبالتالي انا النهارده زي ما قلت سيادتك كده بستخدم اسمده حيويه، بستخدم مبيدات حيويه، بستخدم مكافحه فيروسيه متكامله، كل دي بقلل استخدام المبيدات الى الحد الادنى من المبيدات اللي لازم ابقى مضطر لاستخدامها، وفي نفس الوقت بحط حاجه اسمها اللي هي فترات الامان في انتاج المنتج، ان لازم ما يترش يبقى عنده فيه مده كافيه ان يلحق يتكسر. وفي نفس الوقت عندنا لجان مبيدات ما بتسجلش المبيدات اللي لها اثار سم يعني متبقيه ضاره بالبيئه والمتبقيات. فدي كل دي امور النهارده، ده منظومه وزاره الزراعه، ودي اللي احنا بنسميها السمارت اجريكلتشر سيستم، اللي هي بتتم النهارده استخدام كل النظم العالميه في اداره المنظومه الزراعيه عشان تعظمي الانتاج. طب نبص النهارده احنا كنا بننتج، الفدان كان بيطلع كام؟ بيطلع 8 ارداب قمح. طب انا عايزه اتكلم على الفدان القديم اللي كان بينتج ال 8 ارداب قمح ده. احنا بنتكلم كل كلامنا النهارده عن الاستصلاح اللي حصل للاراضي. احنا بس عايزين نقول ان تم وقف الجور على الاراضي الزراعيه اللي كانت موجوده بالفعل. احنا كان عندنا اراضي وزودنا عليها، بس احنا وقفنا الاستنزاف اللي كان حاصل لاراضينا القديمه. اشرت لنقطه مهمه جدا. اتفضل. وهي زي ما بيقولها ايه؟ الامن القومي. يعني احنا كان، انا بقول لك احنا استنزف قد ايه؟ اكثر من 600,000 فدان من اجود اراضي مصر واغصبها في ال 40 سنه اللي فاتت. تمام؟ سياده الرئيس كان في مشروع اتقدم قبل كده بتجريم، وحصل موافقه في الاخر النهارده من مجلس النواب ومتابعه، ويمكن سياده الرئيس كان ليه واقف. احنا النهارده بنعمل حاجه اسمها احوزه عمرانيه في القرى، بنحدد الحيز اللي ممكن نتمدد على اساسه بشكل علمي. فما ينفعش، وبرفع اللي هو النظام الرأسي في القرى، فيعني ابنى بدل ما ابني بيت دور واحد يتبنى دورين وثلاثه، وبالتالي فانا النهارده هدف اساسي ان انا احافظ على الرقعه الزراعيه، ومحافظه على الرقعه الزراعيه ان انا ما اتعداش عليها. في عندي جزء ثاني، ما عندي اراضي شمال الدلتا في تصحر، انا خايف من مياه البحر طبعا، في تغيرات مناخيه، فازاي انا اعمل صيانه لهذه الاراضي واحميها من دخول ميه البحر وتملحها، وبالتالي هيبقى فيه هجره للمواطنين. كل ده جهود بتقوم بها الدوله. يعني يمكن عندنا مشروع حمايه الشواطئ، عندنا مشروعات كتير جدا بنقدر نشتغل عليها ان احنا نامن هذه الاراضي ونحميها. عندنا مشروعات الصرف الزراعي والصرف المغطى، عندنا مشروعات وجهاز مشروع تحسين الاراضي بيقوم بدور كبير جدا في عمليات تحسين التربه، السب سويلر، التسويه بالليزر، كل الامور دي عشان يقدر يحافظ على الرقعه الزراعيه القديمه. فالهدف ان انا احمي وانا بشتغل في الجديد احافظ على القديم. النهارده ليه انت عملت كل المدن الجديده؟ ليه طلعت بره القاهره وطلعت بره المدن وعملت مدن الظهير الصحراوي؟ عشان تقللي حجم الضغط على الارض الزراعيه وتحافظي على الرقعه الزراعيه. وده اللي قام به سياده الرئيس خلال الفتره اللي فاتت، ان هو قال التعدى على الارض الزراعيه هي جريمه، لان دي في الاخر بيسموها حق الاجيال القادمه ان احنا مش قادرين نحافظ عليها. لان ده النهارده
كل واحد كان بياخد ارض يبوره يبيعه بملايين الجنيهات، وفي الاخر تحول الاراضي الى يعني طوب، لكن في الاخر طب الامن الغذائي ده فين؟ صحيح امن الامن نرجع نستصلح بمليارات الناحيه الثانيه، فمليارات في الناحيه الثانيه، لكن في الاخر هندفعها باستيراد على المدى الطويل. اكيد. كل الشكر ليك دكتور علي اسماعيل مدير معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه الاسبق، شكرا لوجودك معنا. شكرا جزيلا.